ضبطت شرطة المرافق بالدقة أهلية شيش ومعسل ومشروبات وغيرها من مستلزمات المقاهي داخل حضانة للأطفال تابعة لجمعية رعاية الطفولة والنهوض بالأسرة وسط حالة من الغضب والذهول بين أهالي السنبلاوين وأولياء أمور التلاميذ وأفراد الحملة. واعترف صاحب المقهى بتأجير المكان من مدير الجمعية والمسؤول عن الحضانة بهدف تحويله مخزنا لمستلزمات المقهى مقابل إيجار شهري. عقد المخرج خالد يوسف مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فيلمه الجديد كارما ليعود من خلاله للسينما بعد غياب أكثر من 6 سنوات منذ أن قدم فيلمه كف القمر لانشغاله بالسياسة، وبطل الفيلم هما عمرو سعد وغادة عبد الرازق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي. المزيد في التقرير التالي. فيلم كارما ده بالنسبة لي شهادة بفتخر بيها وبفخر بوجودكم وبعتز بكل فرد فيكم وبإسهامه في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة وفي تنوير الرأي العام. فيلم كارما هو فيلمي اللي أنا برجع بيه بعد أكثر